بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم بكل خير. التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها، وننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخ الأمين العام تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي، مرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق والبيئة مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد بناء على الاقتراح بقانون صيغة المعدلة المقدم من مجلس النواب. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ميلادي المعد بناء على الاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 ميلادي المرفق للمرسوم رقم 38 لسنة 2018 ميلادي. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات ما اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم المرقي رقم 86 لسنة 2014. الأخ المقرر. ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2014 والمقدم من الحكومة الموقرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، مستهدفا سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري. وقد تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، كما استأنست اللجنة برأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من 15 مادة، أوردت المادة الأولى منها التعاريف المستخدمة في مشروع القانون. أما المواد 2 و3 و4 و5 و6 فقد حظرت إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما بيّنت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ونصت المادة 7 على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة، فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع. وتناولت المواد 10 و8 و9 حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها. ومنحت المادة 11 الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في القانون. وبيّنت المادة 12 العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة 13 على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفات. ونصت المادة 14 على أن يتولى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة 15 تنفيذية.
توصية اللجنة في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة وفقاً للجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم المقر. شكراً معالي الرئيس. مشكور. الأخ عبد الله الدوسري، تفضل. مع تقديم الشكر الجزيل للجنة على إعداد هذا التقرير، بودي أن أشهد بأن الخدمات البلدية فيما يتعلق بالنظافة شهدت تطور ملحوظ. ولو يعني أسرف في المدح حتى لا ينتكس الموضوع، ولكن كل البحرينيين ولله الحمد حريصين على النظافة بشكل كامل، ولكن احنا نواجه مشكلة حقيقة في العمال الأجانب سواء كان في الشركات أو في المؤسسات، وكثير من السلوكيات التي يجب أن تقوم ويجب أن يلزم أصحاب العمل بتقويم هذه السلوكيات، لا سيما في مشهد قد نشاهده كل يوم وهو قيام بعض السواق على الشارع بفتح الباب والبصق في الشارع في منظر مقزز، ويعني الأمر هذا ربما يكون هو لا يشكل له أي أهمية لأنه يمكن في بلده الأمر عادي، ولكن إذا ما ألزم رب العمل بتنبيه هذا العامل أو حتى إثبات ذلك في العقد المبرم بينه وبين العامل حتى يرتدع نأتي إلى الحاويات لحفظ أنقاض البناء. حقيقة أنا لاحظت أن وزارة البلديات لا تعطي الاهتمام الكامل في هذا الموضوع. نعم تلزم المقاول بجلب حاوية لحفظ الأنقاض، ولكن لا تتابع مع الحاوية مدتها 15 يوم حتى تمتلئ ثم ترفع ويأتي بغيرها، ولكن وزارة البلديات لا تتابع هذا بشكل جيد، وكثيرا ما نلاقي الأنقاض في نواحي كثيرة من الشوارع. الأخ دلال زايد، تفضلي. حقيقة أنا أشكر اللجنة أيضا على مبرراتها في موضوع التقرير لتجاوز الاختلاف الحاصل مع مجلس النواب، ولكن أنا لي تعليق في هذا الأمر معالي الرئيس، لا ندخل في المواد كما تفضلت، ولكن بصفة عامة طبعا مشروع القانون النظافة يعود لسنة 2014 وهو قيد النقاش في هذا في المجلس النواب ومجلس الشورى. أتينا وللأمانة أشكر المستشار مصطفى عبد السميع في مجلس النواب بعد قرار مجلس الشورى فند كلمة كلمة بالنسبة للقرار ولماذا اتخذ هذا القرار، وبين أيه الرأي الأصوب، فكان انتهى إلى مسألة 10 مواد أيد فيها ما انتهى إليه مجلس الشورى، وأربع مواد أيد ما اتجه إليه مجلس النواب مع الأخذ بالاعتبار المناقشات التي ستدور موضوعا. طبعا المجلس الشورى لمن الآنية في أكيد نقاط مختلفين عليها من ناحية قانونية من ناحية موضوعية، ولكن احنا دائما للأسف ان احنا في مجال التشريع ممكن نتقبل ان لما تكون هناك بعض المراسيم فيها بعض الإشكاليات القانونية او شيء احنا نطرح فكرة تعديلها لاحقا نظرا لأهمية المرسوم ان احنا نضعها، ولكن لا نحبذ ان ننتهج هذا الأسلوب مع المشاريع بقوانين نظرا لإمكانية التعديل عليها عند العرض والمناقشة. واللي حصل ان المفترض ان من بعد ما تم التعديلات وبيان اسبابها ان لما نرد الى مجلس النواب ان نلتقي مره اخرى مع الجهات الحكوميه حتى هي تعطي رايها ايضا في النصين في النص المختلف عليه، وتبين هل هذا هو النص الافضل لها تطبيقا وليس تشريعا، وهل هذا فيه مساس بتنازع الاختصاصات فيما بين الوزارات، وهل في مواد احنا وضعناها وللاسف الشديد في هذا القانون نظمت مساله علاقات مدنيه ومسؤوليه تقصيريه والتسبب في الاضرار،
في حين أنها ممكن تخضع فيها للقانون المدني في مسؤوليات معينة مثل مسؤوليات الناقل، أو تخضع للقواعد العامة المطبقة في قوانين أخرى دون أن ندخل في تفاصيلها. أنا رقم اعتراضي على بعض المواد التي موجودة في مشروع القانون حالياً، ولكن المصلحة العامة التي تقتضي أن إحنا ما نقف ضد مشروع هام خاصة بالنسبة للمجلس الأعلى للبيئة، نظراً لالتزامه بعدد من المشروعات التي القوانين المفترض أن تكون من ضمن المنظومة التشريعية للبحرين في مجال اختصاصه، وكذلك بالنسبة للأخوة في وزارة البلديات، لما كنا صراحة أن إحنا وافقنا عليها، ولكن نظراً لأنها طبيعتها أن مثل ما تفضلت أنها ستعقد فيها مجلس وطني، هذا معناته أن إحنا أضرينا في المشروع أكثر مما كنا نرتجي منه لو كنا ردينا بعض القوانين. فأنا إحنا يعني حتى يعني ليت نأسس هذا المبدأ، عندما نختلف في مواد لابد أن نجتمع أيضا مع الجهات الحكومية للمفاضلة بين النصين من حيث التطبيق، ومن حيث أيضا مسألة تنازع الاختصاص، خاصة وأن الأخ جميلة تطرقت إلى قانون مهم اللي متعلق في قانون المرور. صراحة إحنا ما نعلم كيف بيكون حل مثل هذه الإشكاليات، بدليل أنه لا يجوز اتخاذ مثل هذه الإجراءات مرتين على الشخص نفسه وعلى الأمر الذي يعد هو ارتكاب مخالفة. فهني راح إحنا بدال إحنا نعين في مسألة وضع نصوص محكمة، قاعدين بنخلق نوع من تنازع الاختصاص ما بين الجهات الحكومية. شكرا معلم. الأخ خميس الرميحي. أيضا بدوري أشكر الإخوان في اللجنة الموقرة على هذا التقرير الوافي، وطبعا أيضا أشكرهم على تجاوزهم للخلاف الحاصل بين المجلسين بخصوص بعض المواد المختلف عليها، وأيضا الشكر أيضا موصول إلى الإخوان في البلدية على الجهود الذي يبذلونها وفق الإمكانات المتاحة لهم. وأيضا كما تم مع الرئيس من سوء حظ هذا المشروع أنه جاء بين فصلين تشريعيين مختلفين. طبعا كما تعلمون هناك أكثر من 90% من أعضاء من الأخوة الأعضاء زملاء مجلس النواب هم جدد على المشروع، وبالتالي هم جاءوا برؤى مختلفة عن سابقيهم، وطبعا كان بالإمكان أن التوافق بالرغم من أن الأخوان في اللجنة الموقرة في مجلس الشورى في الدور الانعقاد الماضي أو في الفصل التشريعي الماضي كانت لهم الحقيقة بعض الملاحظات والتعديلات الإيجابية الحقيقة، والأخوان في مجلس النواب تمسكوا ببعض القرارات السابقة لمجلس النواب، وكان هذا الحقيقة أرجو أن لا يتكرر كما أسلفت زميلتنا العزيزة أم تركي الأستاذ جلال. فلذلك يعني الآن هذا مشروع قانون، وبالإمكان من مشروع القانون بالإمكان من الأخوان أن يتم التعديل بعد تمريره لأهمية هذا المشروع، كما هو واضح بأن الحكومة الموقرة تمسكت بهذا المشروع في الفصل التشريعي في الجديد الخامس، وهو لأهميته القصوى في طبعا تمرير هذا المشروع. وبالتالي فإن الإخوان وتجاوزهم لهذا بعض التعديلات التي أصر مجلس النواب على إبقائها هي تجاوز محمود أنا أعتقد في تصوري، وبالإمكان من إجراء تعديلات في وقت لاحق معي الأخ الرئيس. وشكرا. شكرا جزيلا. الدكتورة ابتسام الدلال تفضلي. شكرا معالي الرئيس، وأكرر شكري إلى اللجنة، رئيس اللجنة وأعضائها الموقرين لتناولهم فعلا منظومة حضارية بالنسبة إلى يعني جميع الدول. بالنسبة لنا في البحرين أنا أرى أن هناك نوع من وجود عدة اختصاصات تصب في هذا القانون، ولم يشير القانون إلى موضوع النفايات الصحية والتي تتولاه بجدارة
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية نفايات التي الصادرة من المستشفيات وجميع المؤسسات الصحية في البحرين. فأنا أرى أن هناك يعني قسم يأتي إلى هيئة تنظيم المهن، قسم آخر يأتي إلى الصحة العامة، قسم يأتي إلى البلدية. فأرجو التوضيح بالنسبة إلى هذا المشروع المهم جداً لتنظيم العملية ككل، يعني هي عملية حضارية ويجب أن تتم بتنظيم متكامل، فعندي شوي يعني إشكال في فهم التداخل التشريعي في هذه القضية. وشكراً معالي الرئيس. شكراً. الأخت منى المؤيد تفضلي. شكراً سيدي الرئيس. أولاً أشكر اللجنة على هذا التقرير، وأنا بعد عضو في اللجنة وقمنا يعني دراسة المواد القانون كلمة كلمة، فيعني أنا أتصور أن البحرين في حاجة ماسة لهذا النوع من القانون، وخصوصاً يعني في مناطق مثل سلمى باد ومناطق الجراجات فهناك الكثير من الفوضى، فتوجد يعني العديد من السيارات مثل ما يسمونها سكراب وتبقى في نفس المناطق سنين وسنين. يعني أنا من عدة أيام كنت في سلمى باد وشهدت بنفسي الفوضى اللي يعني في هذه المناطق مع الأسف، وهي تمنع الناس من أن يوقفون سياراتهم لأن في سيارات مرمية لعدة سنين وما حد مهتم فيها. ففي رأيي أن يعني أنا أحس أن البحرين محتاجة لهذا النوع من القانون، وأتمنى أن حكومة البحرين تكثف الجهود من ناحية تدوير النفايات. فيعني إذا الواحد يروح القرى في البحرين يشوف العديد من النفايات اللي مرمية في الشوارع ويعني ولم يتم تدويرها من قبل البلديات. كما أود أن يعني أعبر عن سعادتي أن لم يوافق القانون على تسوير الأراضي الفارقة، لأن هذه الأراضي الفارقة تساعد المواطنين على توقيف سياراتهم، فإذا كل واحد عنده أرض وسورها معناته بتزيد الفوضى وبيزيد الازدحام. شكراً. شكراً. الأخ أحمد الحداد تفضل. صباح الخير مع الرئيس، صباح الخير جميعاً. وأود هنا أن أشكر اللجنة على التقرير العميق الوافي فيما يخص النظافة. كما سبق وذكر بعض الأخوان بخصوص هذا الموضوع، أعتقد أن النظافة هي واجهة حضارية للبلد، فهذا أعتقد موضوع مهم وقانون مهم، وإن شاء الله سوف يقر من المجلس، وخاصة يعني أن مجلس النواب والشورى في هذا الشأن قد تجاوزوا الخلافات حول بعض المواد وتم الاتفاق على جل أو جميع هذه المواد. مع الرئيس يعني هناك بعض النقاط أحببت أن أوضحها بالنسبة إلى يعني بعض الإشكالات فيما يخص المياه التي تتلف أو يقوم بها بعض المواطنين أو المقيمين فيما يخص استخدام غسل السيارات وغيره، وهذا يشكل كثير من المشاكل خاصة بين الجيران، وفي بعض الأوقات تصل هذه المواضيع إلى الشرطة وإلى جهات أمنية ويتم الاختلاف بين الطرفين، وأعتقد أن هذه نقطة الآن القانون أخذ بها. وليس فقط هذه النقطة مع الرئيس، هناك كذلك جريان المياه باستمرار يتلف الشوارع ويكلف البلديات وإعادة تأهيل هذه الشوارع مبالغ طائلة، فهذا القانون نأمل أن يضع حدا لمثل هذه الإشكالات. مع الرئيس يعني في هذه العجالة أود أن أتقدم بالشكر للبلدية فيما يقوم به من جهود كبيرة، وخاصة نحن نرى يعني في جميع شوارع البحرين ومناطق البحرين حتى السكنية والشوارع العامة نرى العمالة الوافدة تعرض روحها للخطر وهم ينظفون الشوارع، وهذا طبعا شيء نشكر البلدية. ولكن مع الرئيس هناك قرار البلدية سنة 1977، هذا القرار مع الرئيس يلزم غرامات على الذين يستخدمون المياه بطريقة غير صحيحة، والبلدية لا تقوم بتطبيق القانون
بل تكتفي بالإنذار، ونحن نأمل بتطبيق هذا القانون مع الرئيس أن تتخذ البلدية إجراءات صارمة لتطبيق القانون، لأن هذا يصب في مصلحة البحرين ووجهها الحضاري بشكل عام. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ جواد عبد الله حسين تفضل. شكرا سيد الرئيس. الشكر والتقدير للجنة الموقرة رئيسا وأعضاء. سيد الرئيس، ورد في التقرير وحيث أن الهدف المرجو من قانون النظافة العامة يتمثل أساسا في طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها. سيدي الرئيس، ليش ما يتم التشاور مع الدول التي لديها تجارب في معالجة النفايات والاستفادة منها؟ على سبيل المثال السويد. السويد أكبر مستورد للنفايات في أوروبا. الدولة السويدية لديها تقليد عريق لإعادة تدوير النفايات وحرقها، حتى أنها أصبحت الآن تملك الكثير من مواقد تحويل النفايات إلى طاقة، ولم يعد لديها ما يكفي لتلبية الطلب. وتعد السويد أكبر مستورد للقمامة في القارة الأوروبية، خاصة من النرويج، ومع سعي الاتحاد الأوروبي للحد من إلقاء النفايات الناتجة فيه، والتي تزن 150 مليون طن سنويا في مكبات ضخمة، سيكون للسويد فرصة لاستيراد المزيد من النفايات من دول جديدة في الاتحاد. وقال رئيس الاتحاد السويدي لإدارة النفايات: استيراد النفايات يبدو مستغربا، لكن توريدها لا يشكل مشكلة للسويد، وأن إلقاء النفايات في مكبات في الخارج مشكلة ضخمة. يذكر أن السويد لا تلقي تقريبا بأي قمامة قابلة للحرق في مكبات، حيث تحول نصفها إلى وقود يستخدم في التدفئة وتوليد الطاقة، وهي ليست الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستورد النفايات، فألمانيا وبلجيكا وهولندا تفعل الشيء نفسه. من الممكن تدوير النفايات واستعادة وإعادة معالجتها، سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية أو الصحية، بهدف تقليل أثرها واستخدامها في الصناعات والمنتجات المختلفة من جديد. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ درويش المناعي تفضل. شكرا سعادة الرئيس، صباحكم الله بالخير جميعا. أشكر اللجنة على تقريرها الشامل وتوافقها في النهاية مع مجلس النواب. أنا لدي سؤال، هل هذه الأجهزة المسؤولة في البلديات والأمانة العامة عندها الكفاءة لتطبيق مثل هذا القانون؟ لأضرب مثل، إعلانات الانتخابات التي كانت في شهر نوفمبر العام الماضي إلى يومنا هذا موجودة الأعمدة والقواعد الخرسانية، وممكن ملاحظتها في كثير من المناطق وبالأخص الجنابية، رغم أن هناك تأمين استلم من أصحاب الإعلانات، لكن لا حياة لمن تنادي. وشكرا سعادة الرئيس. الدكتور محمد علي حسن تفضل. شكرا معالي الرئيس، وأيضا أشكرك على توضيحك وتوضيح الأخ دلال والأخ خميس فيما مر به هذا المشروع من مراحل بين مجلس النواب ومجلس الشورى حتى انتهى إلى هذه المرحلة. هذا القانون في الواقع مر عليه تقريبا الآن أكثر من 4 سنوات منذ وقت التعامل معه في 2014 حتى الآن، وأنا أعتقد أن هذا وقت كافي يجب صدور إصدار هذا القانون. هذا القانون معالي الرئيس مهم لأنه يعالج قضية مهمة تؤرق الكثيرين في البحرين، وهو موضوع النظافة العامة. لكن يجب التفريق بين هذا القانون الذي هو في شكله العام هو
في الواقع إطار عام لمعالجة النظافة العامة، وليس قانون للتعامل مع إدارة النفايات وطرق معالجتها والتحكم فيها والتخلص منها بشكل تفصيلي. هذا هو إطار عام لموضوع النظافة العامة، فيجب التفريق بين هذين الأمرين. أنا أعتقد أن اللجنة عندما نظرت هذا الموضوع، وخصوصا الوقت اللي مر عليه طويل والاختلاف بين المجلسين، غلبت المصلحة العامة على تأجيل إصدار هذا القانون، لأن إحنا إذا الآن في مرحلة أما أن نوافق عليه أو أن نختلف ويؤول المشروع ربما إلى وقت أطول لإصداره من خلال المجلس الوطني. المصلحة العامة هي المهمة في هذا المشروع. رأينا أن المواد المختلف عليها يجب التوافق معها مع مجلس النواب ليصدر هذا القانون، من منظور أساسي وهو أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأنا أعتقد أن هذا المشروع الآن حان وقت إصداره ليغطي هذا الفراغ التشريعي الموجود في هذا المجال. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ سبيشة الفضالة، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، بداية حاب أشكر الحكومة على مشروع القانون وعلى تمسكها أيضا بهذا القانون، والشكر أيضا موصول إلى اللجنة على تقريرها وعلى توافقها أيضا مع أخواننا في النواب في مجلس النواب، رغم وجود اختلاف على 5 مواد، وتوافق اللجنة معهم مع أخواننا في النواب جاء للمصلحة العامة، اللي هو عشان أن المشروع يطبق على أرض الواقع. ولو كان هناك عندنا بعض التحفظات على بعض المواد، مثل ما قال أخوي عبد الله، إحنا أيضا جدد في هذا الفصل، فالموضوع ناقش من قبل، فلعندنا بعض التحفظات وبعض التعديلات ممكن أن احنا نعدل ونقترحها في الأيام القادمة بإذن الله. ولكن ضروري اليوم نوافق على هذا القانون، على هذا المشروع، لأن احنا ما نبي ينتقل إلى المجلس الوطني ويؤدي إلى تأخيره. احنا حاليا محتاجينه ليس فقط لسد الفراغ التشريعي، وإنما لنعطي قوة للوزير المعني أيضا في تطبيق هذه القوانين. وهذه ليس تقصير من الوزارة في إداها، هناك العديد على الاطلاع، هناك العديد من القرارات الصادرة، العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في هذا الشأن. لفت انتباهي أيضا لقاء سعادة الوزير مع رئيس الاتحاد الأوروبي لتقنيات حرق المخالفات وتحويلها إلى طاقة، كان في ديسمبر 2018، يعني في القريب يعني في مؤخرا، نعم. فيعني الوزارة مشكورة على العمل التي تقوم به، ونحن لا نزايد في حبنا للوطن أو لخدمة المواطن، لأن نحن في السلطة التشريعية وأيضا السلطة التنفيذية أقسمنا على نفس القسم وهو خدمة الوطن والمواطنين. فإنما إحنا نشوف أن هذا القانون جاء داعم لما تقوم به الوزارة. شكرا معالي الرئيس. شكرا. الدكتورة فاطمة الكوهجي، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. أنا طبعاً أضيف لما قال الأخوان الأخوات، ولكن أتساءل كيف نرى ثمرة هذا القانون بالشكل السريع في المجتمع. القانون الهام جداً. طبعاً كل شيء بصورة تلقائية ينتقل من العين إلى اللاوعي. الناس ابتدوا أول شيء حطوا سيارة واحدة وانتقلت إلى كل العالم حطوا سيارات. يعني معناته إحنا اليوم لازم نكون نتوصل إلى المجتمع البحريني بطريقة صحيحة، بطريقة سريعة جداً، إن تفعيل هذا القانون يكون على أسس وقوانين. يا ريت وزارة البلديات ولا الجهة اللي هي خصها في الحكومة تحط إعلانات جميلة جداً تلفت للنظر المخالفات والعقوبات في كل أماكن اللي يتواجد فيها العايشين على هالأرض، أرض الوطن، مثلاً في المراكز الصحية، في الأماكن اللي فيها تجمعات، على أساس إنه مو بس أنا آي أنتظر الذي يعين من قبل وزارة العدل هو يحاكم الناس. إحنا لازم نحاكم نفسنا قبل ما إن أنا يوان واحد يحاكمني. كيف أنا أحاكم وأنا قاعدة أوسخ في فريجي ولا أكت الماي وقت للسيارة؟ فيتروالي بصورة جميلة جداً وزارة البلدية تحط لائحات جميلة في البلد كل مكان، وهذه اللائحة تضم كل القوانين وكل المخالفات، فيكون نقلة نوعية للشعب البحريني لتطبيق هذا القانون بشكل سريع. شكراً. شكراً. الأخ جمعة الكعبي. شكراً معالي الرئيس.
معالي الرئيس بصفتي نائب رئيس اللجنة في هذا المشروع ناقشناه مناقشة تامة في الدور الثاني من فصل التشريع الرابع، وتم تحويله إلى مجلس النواب مثل ما أنتم عارفين، وصار اتفاق في بعض المواد واختلاف في بعض المواد، وفي اجتماعات اللجنة الأخيرة مع الرئيس تم الاتفاق مع قرار مجلس النواب الموقر، والآن يتوافق مجلسكم الموقر مع قرار اللجنة، وأن هذا المشروع يذهب وإذا ما توافق فإنه يذهب إلى المجلس الوطني في حالة رفض رأي اللجنة. وأنا يا معالي الرئيس أدعو المجلس يعني توافق إن شاء الله اليوم. سعادة الوزير تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس الشكر لكم شخصيا والأخوات الأخوة، وأيضا الشكر موصول لإخواننا رئيسة وأعضاء مجلس النواب. بنخص طبعا ولما نخص هني لا نحابي، ولكن نقول حقيقة لجنة مرافق مرافق العامة والبيئة في النواب وفي الشورى جهد ممتاز وقانون مهم جدا للبحرين. طبعا ورد إلى السلطة التشريعية سنة 2014، وإن شاء الله أن في هذه الجلسة يكون الجلسة الأخيرة والمداولة الأخيرة في هذا القانون لأهميته. طال عمرك نلاحظ جميعا مدى المخالفات الموجودة في الشوارع في الطرقات وفي الساحات، ولكن يد السلطة المختصة مغلولة بسبب عدم وجود سند قانوني لأي إجراء ممكن أن تقوم به لتصحيح أوضاع خاطئة. طال عمرك القانون ليس علينا عليه أي إشكالية، لكن عندما نرد إلى المادة 7 البند الرابع عندنا عليها ملاحظة طال عمرك وأذكرها في حينها، ولكن أشكركم معالي الرئيس الأخوات الأخوة بهذا الجهد الممتاز اللي قدرنا أن احنا ننتهي من قانون مهم جدا ويسير فرق تشريع. أعتقد ملاحظة الدكتورة فاطمة الكوهجي ملاحظة قيمة ومهمة. السبب أن احنا درجنا على ممارسات رسخت في المجتمع خلال عشرات إن لم يكن أكثر من عشرات الأعوام طال عمرك، فلتغيير هذه الممارسات قضية غسيل السيارات، قضية ترك السيارات المهملة وحتى السيارات المعروضة للبيع، وكثير من ممارسات طال عمرك تسرب المياه من داخل البيت إلى خارج البيت، كل هذه الممارسات وراها عقوبات طال عمرك، فيجب تنبيه فعلا الرأي العام إلى ضرورة الالتزام بهذا القانون وبنصوص هذا القانون الذي إن شاء الله يطبق قريبا. وهذه الممارسة قضية الإعلان ليست بغريبة، يعني نجد دائما في حتى مطارات والمنافذ البرية بين الدول يضع لك لوحة بمرسوم رقم كذا، قانون رقم كذا، نظام رقم كذا حسب اللفظ المستخدم في الدولة، يمنع أو يحظر جلب هذه الأشياء ومن يقوم بها تقع عليه العقوبة الفلانية. فأعتقد هذه العملية الإعلامية والإعلانية مهمة جدا طال عمرك من أجل توعية الناس ونقلهم إلى مرحلة الجديدة، المرحلة أكثر سلامة والأكثر ترتيبا للمجتمع في البحرين. شكرا مع الرئيس. أخواني أنا عندي تعليق بسيط أرجو يعني أن تسمعوني. أنا دائما إحنا نقول النظافة من الإيمان، وشعب البحرين إيمانه عميق وقوي، نرجو أن ينعكس هذا الإيمان على النظافة. ولذلك أنا أعتقد لو فعلا كل من قام بدوره كمؤمن لوفرنا على الحكومة على الأقل 50% من الجهد الذي يبذل. فهذه مناشدة أيضا لنا، يعني إحنا لا نقول الحكومة والله يجب أن تكون وتنفذ، كل فرد منا يحمل هذا الإيمان يجب أن يقوم بدوره أيضا في النظافة ولو دوره محدود، ولكن الدور الجماعي سيكون كبير إن شاء الله. الحين على كل إحنا راح نناقش المواد المختلف عليها اللي موجودة في التقرير، والأخوان يفضلون أن تناقش مادة مادة. تفضلي. شكرا معالي الرئيس. مادة مستحدثة، مادة 3 بعد إعادة الترقيم، الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة برقم 3 يكون نصها الآتي:
يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية: 1- البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. ثانياً، غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة. طيب، الموافقون؟ أغلبية موافقة، تفضلي. المادة 3، 4 بعد إعادة الترقيم، الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صوغ المادة على النحو الوارد أدناه. نص المادة بعد التعديل: 1- يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم. ثانياً، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها. إذن الموافقون على المادة 3-4 بعد إعادة الترقيم حسب توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة، تفضلي. مادة 4، مادة 5 بعد إعادة الترقيم، الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة. المادة 4، 5 بعد إعادة الترقيم، الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة. أغلبية موافقة، تفضلي. مادة 6، مادة 7 بعد إعادة الترقيم، الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صوغ المادة على النحو الوارد أدناه. نص المادة بعد التعديل: يجب على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات. ثانياً، يجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام الملاك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. إذن الموافقون على المادة 6، 7 بعد إعادة الترقيم حسب توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة، تفضلي. مادة 7، مادة 8 بعد إعادة الترقيم، الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صوغ المادة على النحو الوارد أدناه. نص المادة بعد التعديل: يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة. ثانياً، يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن. ثالثاً، في حالة مخالفة أحكام البندين 1 و 2 من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها ولها بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد. رابعاً، تسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. الدكتور محمد الخزاعي، تفضل. شكراً سيدي الرئيس. أنا لدي ملاحظة على صدر هذه المادة التي تقول يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب. كلمة خردة وسكراب كلمتين غير عربيتين يقصد بهما غير صالحة للاستخدام. ف
فأنا الذي أقترحه إما استبدالهما بغير صالحة للاستعمال أو وضع الكلمتين بين قوسين على أساس أنهما كلمتين أعجميتين. شكرا. على كل نصوت على المادة، الموافقون؟ أغلبية موافقة. تفضلي المادة اللي بعدها. شكرا معالي الرئيس. المادة 10، مادة 11 بعد إعادة الترقيم، الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صوغ المادة على النحو الوارد أدنى. نص المادة بعد التعديل: يجب على الإدارة المعنية الآتي: 1. الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أي إن كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو تدويرها أو معالجتها. 2. تنظيم جمع وفرز النفايات بطرق من شأنها تسهيل إعادة تدويرها وفقاً للضوابط والمعايير المتعارف عليها بيئياً. 3. توفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية تنفيذاً لهذا القانون. الموافقون؟ أغلبية موافقة. الموافقون على مشروع القانون في مجموعة؟ أغلبية موافقة. هل تحبون ناخذ رأيكم النهي الآن ولا نأجل الأسبوع القادم؟ الآن. إذن الأخ الأمين العام، أخذ موافقة المجلس نداء بالاسم. أحمد مهدي ابن نبي الحداد، بسام إسماعيل بن محمد، جمال محمد فخرو، جمعة محمد الكعبي، جميل علي سلمان، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، جواد حبيب جواد، رضا إبراهيم عبد الله منفردي، رضا عبد الله علي فرج، سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور عبد العزيز أبول، الدكتور عبد العزيز العجمان، عبد الله خلف الدوسري، عبد الواب عبد الحسن المنصور، علي عبد الله العرادي، نوار علي المحمود، هالة رمزي قريصة، ياسر إبراهيم حميدان، يوسف أحمد الغتم، معالي الرئيس علي بن صالح الصالح. موافق. إذن الموافقون على الرأي النهائي لهذا القانون أغلبية موافقة. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم مجلس النواب. الأخ المقرر تفضل. معالي الرئيس، أرجو تثبيت هذا التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. تدارست اللجنة المشروع القانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بين قوسين مصرف البحرين المركزي والمستشار القانوني لشؤون اللجان
واطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة مشروع القانون من ناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على أغراض مجلس النواب ومرفقاته. ويتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال البند جيم من تعريف سجل عملية الوارد في المادة واحد من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ينص على تفاصيل أي حساب يخص العملية، ببند جديد ينص على الآتي: جيم تفاصيل أي حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية، ويهدف المشروع القانون إلى توسيع مفهوم سجل العملية الوارد في المادة واحد من المرسوم بقانون المشار إليه تفاصيل أي حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، مما يسهم في دعم شمول بحث ورقابة جميع ما يرتبط بالعملية بهذه العمليات من حسابات، وأما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إضراراً باقتصاد المملكة. وبعد تبادل الآراء بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المختصة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، تود اللجنة الإشارة إلى الملاحظات الآتية: أولاً، أن مشروع القانون لم يأتي بجديد في شأن تعريف سجل العملية لشمول التعريف الوارد في المادة واحد من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون من محل الدراسة، حيث تم تعريف الأموال بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أيا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال ألف العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية، باء أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها، العقارات والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية. ثانياً، أن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف سجل العملية طبقاً للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أي مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بهذا بتنفيذ النص المذكور. ثالثاً، أن تعريف سجل العملية في النص النافذ جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية، ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقديمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين عام 2006، والبنك الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور عام 2017، وكذلك في اجتماع مجموعة العمل المالي فاتف، وهي المجموعة المعنية بالتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعاته المنعقدة بباريس في الفترة من 24 حتى 29 يونيو لسنة 2018، وبحضور ممثلين عن 35 دولة، هذا فضلا عن أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من فاتف قد أثنت على جهود المملكة والتزاماتها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن. وبناء على ما تقدم، خلصت اللجنة إلى التوصية بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور اتفاقاً مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة واحد من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. الأخ دلال الزايد تفضلي. شكرا على الرئيس، شكرا أيضا للرئيس اللجنة الأخ حمد النعيمي وأعضاء اللجنة. أنا ما عندي طبعا، أنا مع رأي اللجنة بالرفض، بس أنا في عندي طلب معالي الرئيس، طالما احنا نتكلم عن مسألة بالذات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في هذا الجانب، يعني احنا نطلب من وزير المالية إذا يكون في لجنة تنسيقية أيضا مع السلطة التشريعية خاصة في اللجان اللي تكون ذات الصلة، يعني مثلا ممكن المباشرة في هذا الجانب للآتي. طبعا احنا في توصيات تصدر من لجنة العمل المالي الدولي، وهذه التوصيات دائما الدولة تأخذها على أساس جزئيتين، جزء فيها تدابير تشريعية مطلوبة أن أنت تعدلين يا أما تسنين تشريعات حديثة أو تعدلين في تشريعاتك القائمة أو تتخذين بعض الإجراءات والآليات اللي تكون في ككيانات أو مؤسسات شيء تنشئينها. أما التدابير التنفيذية فهذه طبعا تخضع للحكومة في وزاراتها المختصة أن تباشرها. إحنا نتمنى يعني أن تكون كافة التوصيات الصادرة بحيث أنه هو يتم تصنيفها ما هو تدبير تشريعي وما هو تدبير تنفيذي، بحيث أنه يكون في تلاقي من فهم تلك التوصيات، وأيضا أن نسعى سواء عن طريق الاقتراحات بقوانين أو المشروعات أن احنا نضع هذه الضوابط ونعمل من أجلها. ما حدث اليوم طبعا انبنى هذا المشروع بقانون بناء على اقتراح، ولكن تسبب في هدر وقت المجلس وأيضا مناقشة شيء كأن نلفت النظر أن في عندنا مواضيع في سجلاتنا العملية السجلات العملية في الوقت اللي أنت يعني كبحرين ماخذة أن أنت ملتزمة في تطبيق هذا المعيار الدولي وفق التوصيات. فمثل هذه الأمور لا نرقب بأن تحدث مرة أخرى. مثال نجاح هذه التجربة المجلس الأعلى للمرأة لما كان يناقش تقاريره فيما يتعلق في وضع المرأة في البحرين أمام لجنة السيداو، كل مرة أنشأ مثل هذه اللجان التنسيقية ووضع التوصيات التي تصدر من تلك اللجنة في صيغتين، أخذها كتدابير تشريعية هو من تناقش فيها مع السلطة التشريعية، وتدابير تنفيذية لم تشرك فيها السلطة التشريعية باعتبار أن هذه خاصة في إجراءات الحكومة. ما حققت البحرين في هذا الجانب إن لما انتهت إلى وجود 28 توصية في التقرير الثاني، لما قدمت تقريرها الثالث بناء على الاستعداد التشريعي انخفضت التوصيات على البحرين من 28 إلى 19 توصية. فالسرعة في تبني التشريعات، السرعة في فهم هذه التشريعات، حتى لما يعرض لأول مرة أنا أكون فاهمة هذا هو المطلوب من البحرين على أساس أن هي تنشال عنها هذه التوصية، هذا التزام وطني بالنسبة لي كعضو سلطة تشريعية، فبالتالي ما أجادل في شيء هو مطلوب إذا كان ما يمس في سيادة الدولة ولا في سيادة ولا في أحكام الشريعة الإسلامية. بالتالي أنا عندي التزام تشريعي أن أنا أتجاوب وأسرع من تلك التشريعات. ساعات توضع ملاحظات على الدولة ولكن سببها هو التأخير في اتخاذ مثل هذه التدابير التشريعية. هذه رسالتنا يعني لوزير المالية، وإحنا نعلم كم هو متعاون، ومثل هذه اللجان ستعين إن شاء الله على تحقيق مثل هذه التوصيات. شكرا جزيلا. إذا الموافقون على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ، أغلبية موافقة، مشكور. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله معكم في الجلسة القادمة.